هذا وتعرضت العاصمة عمان ومدن المملكة اليوم لعاصفة رملية قوية أدت إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق. وقال موقع طقس العرب إن معظم مناطق المملكة تعرضت إلى هبوب رياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا محملة بالأتربة والغبار الكثيف. ويهيب موقع طقس العرب المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وذلك أثناء القيادة خاصة في الطرق الصحراوية، ويحذر من خطر الأجواء المغبرة على مرضى الجهاز التنفسي نظرا لما تشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي. بدورها وزارة الصحة حذرت من المخاطر الصحية الناجمة عن الظروف الجوية السائدة وانتشار الغبار بشكل كثيف خصوصا على كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض تحسسية وتنفسية. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتجنيبهم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الأحوال الجوية، وذلك من خلال الانتظام بأخذ علاج الحساسية والربو بالنسبة لهؤلاء المرضى حسب تعليمات الطبيب المعالج والتواصل معه خلال هذه الفترة لأي إرشادات صحية. وأكدت الوزارة ضرورة التزام هؤلاء المرضى بمنازلهم وعدم البقاء خارجها لفترات طويلة ومراجعة أقرب مستشفى أو مركز صحي إذا ظهرت عليهم أعراض طارئة.